في اشياء بلش تشوفها ظهرت، يعني السمكات وغيرها من الاشياء، بس انا ناطره البيتزا وعدني فيها بعدها ما ظهرت. خلينا نشوف هلا، رح نروح دغري اللي عنده حتى يخلصها ويجهزها ويجهز الاشياء الثانيه كمان، لانه مثل ما وعدنا اليوم 3 اطباق مالح وواحده حلو، وايضا اجابه على اسئلتكم باللي بعتوها من قبل على الواتساب، والشيف حسين ورشه ملح. صباح الخير من جديد لكل المشاهدين. غدا ما تعتلي هم البيتزا بالفرن، طبعا ناطرينها لحتى تستوي، يستوي القريدس مع السمك مع كل هالمكونات اللي حطيناها. لكن مشاهدينا مثل ما شفتوا صار في عندي وصفتين بالفرن، وصفه حلو البيتزا وعندي وصفه المالح اللي حضرتها انا وياكم اللي لتيناها بالقرفه والسكر، طبعا مش السكر البودره، السكر العادي. طيب عندنا السمك، برجع بذكر كل المشاهدين اللي انضموا لنا هلا من جديد شو حضرنا لليوم. اليوم لكن كان في عندنا 4 وصفات، 3 وصفات مالح وعندنا وصفه حلو. كان عندنا محشي الباذنجان بالبرغل، محشي الباذنجان بالبرغل طبعا حضرنا خلطه، حضرنا حشوه. اول شيء الباذنجان، جبنا باذنجان رفيع، الباذنجان الرفيع نقرناه فضيناه فرغناه مثل ما بنفرغ نحن مشاهدينا الكوسه، وايضا نقعته بالماء. حضرت حشوه برغل مع بندوره مطحونه، هاي المقادير عم نشوفها قدامنا على الشاشه، بالاضافه للبقدونس المفروم، حطينا من الثوم، حطيت من الفليفله وايضا فلفل اسود، رشه ملح، خلطتهم كلهم مع بعض، وحطينا ايضا وايضا من البقدونس الناعم والنعنع كمان الاخضر الناعم، ضفتهم للحشوه، خلطت الحشوه مع دبس الرمان، زيت زيتون، عصير حامض. حشيت الباذنجانات، حطيت بطنجره على النار، رب البندوره، عصير حامض، دبس الرمان، ملح وفلفل اسود غلو، وحطيت ايضا الباذنجان المحشي، ونحن هون ناطرين الباذنجان لحتى يستوي. ضل في عندي شويه حشوه، شو عملت؟ حطيت لهم شويه مي للبرغل وطبختهم على النار، لكن الحشوه ضل في عندي حشوه، سكبت الحشوه بالصحن وبعد ما كنت طبخها مع المي. اما نجي بالنسبه للسمكه المحشيه بطاطا. هيدي السمكه حضرت لها حشوه، هي عباره حطيت بقلايه على النار بصل، حطينا ثوم، حطينا بطاطا مربعات بقشرتها، قليتهم مع بعض بالاضافه للفليفله، حطيت من الكزبره اليابسه، كمون، كزبره خضراء، بقدونس، وايضا حطينا شومر مع عصير الحامض، ملح وفلفل اسود. خلطتهم، اخذت نص كميه البهارات اللي هن عقدي صفرة، كزبره يابسه، كمون، ملح، فلفل اسود، نص الكميه دهنت فيهم السمكه من برا ومن داخلها، حطيت الحشوه وفوتنا الصينيه على الفرن على حراره 180. انا هون بدي اذكر كل المشاهدين طبعا، بس بدنا نحط السمكه نحطها على شرائح الحامض او نحطها على شرائح بطاطا او بصل اللي بدكم اياه، بس عشان ما تلزق عندي السمكه بكعب الصينيه. شويتهم وشلتهم، سكبتهم بهالشكل، زينتهم بالخس الملون والخس الفرنجي بالاضافه لشرائح الحامض. لكن هول هن وصفاتنا مشاهدينا لليوم. بضل في عنا البيتزا، طبعا البيتزا نحن ناطرينها لحتى تشرف على نهايتها. البيتزا تقريبا صارت جاهزه عنا، خلينا نشوف البيتزا شو صار فيها. لكن هيدي البيتزا صارت جاهزه مع القريدس مع باقي مكونات. اوكي مثل ما عم نشوف، لكن عندي البيتزا طبعا نحن بنتركها للبيتزا لحتى تبرد. بعد ما تبرد عندي البيتزا رح احط الركه على وجه البيتزا. في عنا اسئله طرحتوها علينا على الواتساب، لكن اول سؤال، تتبيله الطاووق. هون بقول للمشاهدين في عنا عده تتبيلات للطاووق، انا بدي اعطيكم تتبيله كمان كتير طيبه من عندي. اول شيء بنجيب ثوم، ثوم ناعم، نفرم ثوم الحاب، نطحنه كتير منيح بالخلاط الكهربائي مع زيت نباتي ليصير عندي بشكل كريمة ثوم. بجيب صدورة الدجاج مسحبة،
بدون جلدي بدون عدم، بقطعها مربعات، بشيل كريمة توم، بضيف كريمة توم أنا اللي حصلت عليه فوق طوق المقطع أو صدورة المقطعة، بجيب من رب البندورة، بجيب طبعا رب البندورة ما منكتر ليه؟ لحتى ما يحترق عندي الطوق على النار. بحط أيضا من رب الحار، بحط خل أحمر، بحط عصير حامض، بحط رشة سماء، أيضا رشة كمون، رشة قرفة، وأيضا منحط من الملح، نخلطهم كلهم مع بعض، نحصل هون نحن مشاهدينا على طوق ولا أطيب بالإضافة لزيت النباتي. بس هون أنا بدي أقول لكل المشاهدين، لكل ستات البيوت، أنه نحن طوق لازم ننقعه قبل بيوم، وإذا نقعناه قبل بيومين ما عندنا أي مشكلة. ليه؟ لحتى الطوق يتشرب النقعة كتير منيح. كل شيء طوق تشرب نقعة، كل شيء أخذنا نحن نكهة رائعة. لكن مشاهدينا هيدا بالنسبة للطوق. أما في عنا السؤال الثاني، كيف منحضر الفاهيتا والفيلادلفيا والتشيكن ألفريدو؟ طيب سؤال سؤال، الفاهيتا أول شيء منجيب كمان صدورة الدجاج مسحبة، منحط لها نحن أوريغانو، منحط لها فلفل أبيض، منحط لها توم بودرة، بابريكا، خل وزيت نباتي، بتبل فيهم الدجاج. هول الدجاج بحضرهم بحطهم على النار، بقلي لكن مشاهدينا الدجاج، برجع بضيف البصل مع الفليفة الملونة مع الفطر، صار عندي الدجاج مع الخضار على النار. بس ليستوي الدجاج والخضار بستعين مانشستر صوص، صلصة الصويا، لوزيانا تشيكن وينجز صلصة حرة، لأن طبق مكسيكي تعرفوا الأطباق المكسيكية فيها توابل وأيضا غنية بالحار، فمنحط هول الصلصات طبعا ناخد نكهة كتير طيبة. صار عندي الفاهيتا مع الصلصات طبعاً، بس بيضل في عندي صلصة الجواكامولي اللي بحطها بخبزة الساب مارين، أو صلصة تانية اللي هي عبارة عن أفوكا، مايونيز، ملح، بهار أبيض بالإضافة لصلصة المانشستر، عصير حامض لحتى يضل عندي اللون الأفوكا أبيض ما يسود. أما بالنسبة لصلصة الجواكامولي فيكن تختاروا أنتو صلصة من الصلصتين. أما بالنسبة لصلصة الجواكامولي، أفوكا مطحون مع ملح مع بهار أبيض، كمان بندورة مطحونة، كزبرة خضرة، بصل مطحون، عصير حامض أيضا للأفوكا، ومنحط كريم فريش. طبعا الكريم فريش منحطه كمان بيعطي نكهة كتير طيبة. بالنسبة للفيلادلفيا هي ذاتها تتبيلة الفاهيتا وهي ذاتها صلصة، بس هون بنستعمل نحن بالفيلادلفيا منحط معها زيادة فلفل أسود مطحون للحمة. تشيكن ألفريدو، بالنسبة للتشيكن ألفريدو طبعا نحن حضرناها كذا مرة، برجع بذكر كل المشاهدين بالتشيكن ألفريدو، منحط طوية على النار، منحط فيها زبدة لحتى تدوب عندي الزبدة وتبلش بدها تحترق، بستعين بزيت الزيتون، بحط كمان مشاهدينا توم، أوكي، ناخد نكهة من التوم وزيت الزيتون والزبدة. بجيب الدجاج مقطع، بضيف أنا دجاج مقطع، وأيضا برجع بضيف للدجاج مقطع فطر، بجيب أنا تجياتيلي بكون سلقة باستا، بسلقها وبضيفها فوق الدجاج، بحط كريم فريش، ملح، بهار أبيض، جبنة بارميزان، وبنتركها لحتى تغلي وتعقد الكريمة. طيب هلا خلينا نرجع نكفي الوصفات. طبعا بدي شيل الباذنجان، بدي اسكب وصفة الباذنجان، وبهالوقت كمان بنشوف شو صار في عنا بالفرن. لكن مشاهدينا بالفرن بعد بدهم شوية وقت، انا رح اخذ الباذنجان، حط الباذنجانات بهالشكل، المحشي برغل، لكن هيدا الباذنجان محشي حشوة البرغل، برجع بذكر كل المشاهدين، برغل مع بندورة مطحونة مع نعنع أخضر
بقدونس، كمان فليفلة خضراء، فليفلة صفراء. حطينا أيضا مشاهدينا من الثوم، هذا الخليط الشهي. اوكي. كان هيدا الباذنجان. صار جاهز عندي بهالشكل. اوكي. هاي. هاي. وين البيتزا؟ بيتزا حلوة. ياها. اوكي. اوكي. خلص كفي هلا شغلك، مو اللي بدك اياه. شوفي شوفي. ما في شيء. ايه. في شيء؟ ما في شيء. اوكي. يلا ها. طيب. مش أوكي. الحال. اوكي ها، هيدي هي البيتزا اللي أنا ناطرتها. شايفة؟ هون في عندي الصلصة. اوكي. رح أجي كمان. اها. على الباذنجان. على الباذنجان حط صلصة. صلصة كتير طيبة. فيها دبس الرمان. عصير حامض. ومن زيت الزيتون. هو عظيم كيف هيك عم بيسقسقوا هيك. صح. في اطيب من الاكل الجوسي؟ ما في. اوكي. هلا هول شو بعد بدهم؟ بعد بدهم من النعناع. اوكي. رح زينهم بالنعناع. القعدة هون. اوكي. اوكي. اها عظيم. هون خلينا حبة البيتزا كمان نشيلها و نوها. اوكي. ساعديني فيها. ساعدك فيها، بها ساعدك بالاكل تبعها. ها يلا ها، شفت ما اشترك؟ نشيلها. نشيلها. هاد بدنا مش حاف تاني، بس رح نتركها نحن. بدك نقصها بعدها سخنة. خلينا نقصها يلا. ايه. هاتي لنقصة. يلا ها. قصة أزبط. اوكي. ايه هيك أزبط. بعطيك صحنة دغري لتحط هيدي. يلا هيدي هون بالصحن. اعطيني صحنك. وين صحنك؟ لا بعدين هلا بتحط لي بصحني. بعدين هلا مش ضروري فرجيهم قديش رح اكل. ولا بدك فرجيهم صحنة؟ فرجيهم. ها جيب صحنة. شو عم تحدد لي؟ جيبه لصحنة. ها جيبوا لصحنة. هي كمان صحنة. ها هول الرقة. لا بس هيدا صحن الوجه. لا بشوف شو مسقب، طلع صحن كتير كبير. هيدا صحن للبيتزا. لا هيدا صحن، هو صحن طلع للبيتزا مش لإلي هيدا. ها لأنه صحن كتير كبير. وهيدي ايه، وفي الكريفات هون لإلك. اوكي عظيم. اوكي هيدي لإلي، سمعتوا؟ هي لإلي. بس لحظة بعد ما خلصنا. ما خلصت. في الركه مزبوط، في ركه بعد معهم. وانا قلت مزبوط، ما انا عم بتذكر انا غرامي الركه اصلا. طيب هون الركه بدنا نكون مغسلينها كثير منيح. طبعا بعد في عنا وصفه الحلو بالفرن. بكره بفرجي المشاهدين عنا. لان ما لحقنا اليوم، كان في عنا البيتزا حطيناها بالفرن كثير بالفرن. صح. فخلينا نحن الدسير لاخر لاخر فقره. وبتعرفي انت الاشياء اللي حطيناها بدها وقت، السمكه بدها معنا وقت لحتى تستوي، وايضا كمان البيتزا. وانا كمان محضر عجين بيتزا هون، كمان خبزها نص خبزه. أيه. لكي وينا قلت بركي بنلحق نعمل حبه تانية، بس ما لحقنا. فعملنا حبه. لكن ايه لانه غيدا في كثير اشياء بالفرن اليوم. مش لكن مش غيدا هول هن كانوا وصفاتنا لليوم. كان عندنا اربع وصفات. انا بدي اشكر كل اللي كانوا عم بيتابعونا، بدي لكم الف صحتين. وما تنسوا بكره الساعه 10 كمان نترككم مع وصفات جديده وكثير طيبه. اكيد انا بغفر لك اليوم تترك الدسير جوا، المهم ظهرت البيتزا، هيدا هو المهم. نحن بنشوفك بكره. فاذا شاف اكيد نهار حلو لكل المشاهدين، ونحن بنرجع بنشوفكم بكره تمام الساعه 10 بتوقيت بيروت بعالم صباح جديد. باي باي.